مهمة وصعبة، وأعتقد إنه الكلمة المفتاحية للجلسة دي لو حبينا إن إحنا نوصفها يعني إحنا عايزين نعرف. إحنا عايزين نعرف، إحنا قاعدين الجلسة دي بس عشان نعرف ونعرف ونتكلم في موضوع بيهمنا كلنا، بيهمنا كلنا، سواء اللي جاي بعربيته، سواء اللي جاي بمواصلات، سواء اللي جاي يعني أي حد عنده يعني كلام يومي وكلام مستمر اليومين دول عن الاقتصاد وهيدفع ده ازاي والفلوس دي هتدفع في ايه وهكذا. فأظن إنه في الجلسة دي الأسئلة كلها متاحة، والأسئلة كلها مفيش أسئلة ممنوعة، لأنه ده مش موضوع المعرفة فيه طرف أو المعرفة فيه رفاهية، لا، المعلومة فيه ضرورية، وخاصة مع تداول المعلومات والمعلومات الكتير اللي احنا بنتعرض ليها كل يوم، فمهم جدا إن احنا نفهم ايه اللي بيحصل بالظبط وننتقي من المعلومات اللي بنتعرض لها. خلوني طيب يعني ارحب بالضيوف الكرام اللي موجودين على المنصة. طبعا مهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، ومساء الخير بحضرتك، ودكتور ومحافظ البنك المركزي سيد طارق عامر، دكتور عمرو الجرحي وزير المالية، دكتورة داليا خرشد وزيرة الاستثمار، ودكتورة هالة سعيد عميد كلية اقتصاد وعلوم سياسية. في كمان معانا الأستاذ أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والأستاذ ياسر صبحي مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية، والأستاذ رامي أبو النجا وكيل محافظ مساعد ومسؤول عن إدارة الاحتياطي النقدي، والأستاذة زكية محسن نائب مدير عام بالبنك المركزي، والأستاذ محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار. طبعا بعد شوية كمان هيكون عندنا فرصة ان احنا نسمع حضراتكم ونسمع الشباب اللي موجودين في القاعة، بس خلونا يعني نبتدي بالضيوف اللي موجودين على المنصة. وعايزة أبدأ من دكتور عمرو الجرحي. ودكتور عمرو، آخر مرة كنا في اللقاء في شرم الشيخ وسألت حضرتك في اللقاء الاقتصادي، قلت لك قبل الإجراءات اللي حصلت الأخيرة، إلى أي مدى الوضع صعب؟ فأنا مضطرة أني أكرر نفس السؤال بعد الإجراءات الأخيرة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بتوجه بشكر على حضورنا النهاردة. الحقيقة يعني لما بنقول وضع صعب في الظروف اللي احنا فيها، ما فيش وضع صعب بيجي فجأة. يعني أكيد الوضع الصعب اللي احنا بنوصل له بيبقى نتيجة لتراكم ظروف وأحداث ممكن تكون ضغطت علينا لفترات طويلة. أنا قلت الكلام ده أكتر من مرة وفي أكتر من لقاء. أنا بقسم الفترات إلى فترات متعددة، فترة اللي هي في عقاب الثورة لمدة 5 أو 6 سنوات والصعوبات البالغة وكم الأحداث والقرارات اللي اتخذت وكان ليها واقع صعب على الأوضاع المالية للبلاد والأوضاع النقدية لما بنتكلم على السياسة النقدية، وإجراءات لم تتم، يعني إجراءات هيكلية هامة لم تتم. برجع لفترة أطول كمان، يمكن ل15 سنة، لما بتكلم بالذات على ملف الطاقة، لأنه يعني وأنا كنت حاضره بشكل كبير في فترة طويلة من حوالي 2004 أو 2005 وشفت التطور بتاعه بشكل كبير. ملف هام جدا لم يتم التعامل معاه الحقيقة بشكل جدي. أنا بقول كلام أنا بعنيه، لم يتم التعامل معها بشكل جدي، وتم التعامل معها بفكرة إنه طالما الأمور ماشية يبقى مفيش مشكلة. لكن إحنا ما بناخدش بالنا أوقات إنه لما نسيب أمور شديدة الأهمية لفترات طويلة، زي واحد عيان عنده مرض بيسيبه لغاية ما هذا المرض يتراكم، وبعد كده نضطر إن التعامل معاه يبقى بشكل صعب أو تقيل.
نزيد على كده كمان برضو سياسات تاريخية في أسلوب إدارة مرافق الدولة بتسبب أنه هذه المرافق بتقع تحت ضغط شديد من فكرة السياسة والتعامل مع ما تؤديه الدولة من خدمات وما تبيعه من خدمات تحت فكرة برضو التخفيف وغيره وغيره. ولكن في حقيقة الأمر نحن بننهك هذه المرافق بشكل كبير جدا وبحطها تحت ضغط رهيب. وفي قطاعات كثيرة موجودة النهاردة في الدولة بتعاني معاناة كبيرة نتيجة سياسات تاريخية لفترات طويلة اتحطينا فيها وحطيتنا تحت الحقيقة ضغط رهيب. الحقيقة احنا يعني انا عندنا برزنتيشن احنا عاملينها. البرزنتيشن دي فيها ثلاث او اربع اجزاء هنعدي عليهم كل جزء في حدود ثلاث اربع دقائق. الجزء الاولاني يتعلق بالتحديات الموجودة في الوضع الراهن والاسباب الوصول ليها ايه. الثانية بنعمل مقارنة ل يعني الارقام المالية الكلية لمصر بالمقارنة بمجموعة دول اسمها الـ N11 وانا اتكلمت برضو عنها في اكتر من لقاء. الـ N11 11 دولة بنك استثماري عالمي مشهور بيرى ان هذه المجموعة من الدول هي اللي هتبقى مسؤولة عن قدر كبير من النمو في الاقتصاد العالمي في الـ 30 الى 40 سنة القادمة. ليه بنحط المقارنة دي؟ علشان نشوف وضعنا في وسط مجموعة هذه الدول عامل ازاي. والارقام الحقيقة هتبقى كاشفة لما بنتكلم على حجم عجز، لما بنتكلم على حجم دين للناتج المحلي الاجمالي، والدول دي تقدمت ازاي في اوضاع بالنسبة للاستثمار والادخار وغيره وغيره، يعني كاشفة بشكل كبير للدول اللي سبقنا. الجزء الثالث عملنا سيناريو او سيناريو افتراضي هو تقني بالمقام الاول وليس له اسقاط على اي شيء. تقني بمعنى ان انا بقول والله لو انا كنت مستمر بنفس الشكل اللي كنت فيه لغاية 2009 2010 تدريجيا وبتحرك لقدام، ده كان ممكن اوصل النهاردة لايه من غير طيب. انا دكتور عمرو هستأذن حضرتك بس لحظة واحدة. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. نرحب بالسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وبنرحب بحضرتك معنا في هذه الجلسة الاقتصادية.